يقول الله تعالى في كتابه الكريم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. تقول: ما معنى هذه الآية وما معنى قوله فيما فعلن في أنفسهن من معروف؟ الذي عليه جمهور المفسرين أن هذه الآية كانت في أول الأمر، نعم، وكان المتوفى عنها يجب أن تبقى في بيت زوجها المتوفى لمدة سنة، وأن ينفق عليها من تركته، قوله متاعا بالمعروف، متاعا إلى الحول، نعم، متاعا إلى الحول غير إخراج، تبقى في بيت الزوجية لمدة سنة وينفق عليها من ماله بوصيته، قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، أي أنه يجب عليه في قبل وفاته أن يوصي بأن ينفق عليها إلى الحول وأن تبقى في بيته. نعم. قال جمهور المفسرين: هذا ما كان عليه الأمر في أول الإسلام، ثم إن الله نسخ هذا بالآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. آية العدة، عدة المتوفى عنها، آية عدة الوفاة ب4 أشهر و10، هذه العدة. وأما الإنفاق فهذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، فليس لها نفقة من تركة الميت، وإنما تنفق من نصيبها هي، لأنها وارثة، لأنها وارثة. فنسخ الأمران، نسخ الإسكان ونسخت الوصية النفقة. نعم. نعم، هذا ما عليه جمهور المفسرين، والله تعالى أعلم. قوله: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، المراد بها كما في الآية التي قبلها أنها إذا انتهت عدتها فلها أن تتزين بما جرت به العادة من غير إسراف ومن غير فتنة، إذا انتهت عدتها جاز لها أن تتزين مما منعت منه في حال العدة، لأنها في حال العدة ممنوعة من التزين، وإذا انتهت عدتها أبيح لها ما منعت منه في حدود المعروف الذي ليس فيه فتنة ولا إسراف.